احنا اليوم ان شاء الله بدنا نحكي في عدة مواضيع، بس الموضوع الاول هنحكي فيه وهنطبقه على البروجكت اللي احنا شغالين عليه هو موضوع اللوكاليزيشن او الانترناشناليزيشن، اللي هو كيف انه اخلي الموقع تبعي او الابليكيشن تبعي ينعرض حسب اللانجوج اللي بيختارها اليوزر. طبعا في الوضع الطبيعي الابليكيشن دائما بيعمل سبورت لوان لانجويج، لكن احنا ممكن نشوف كيف ممكن نحول بعد هيك هذا الابليكيشن يكون لمالتي لانجويج. في البدايه اللارافيل في موضوع اللوكاليزيشن هي برضو موفره لمجموعه من اللايبراريز والفانكشنز اللي انا ممكن استدعيها عشان تسهل علي الموضوع هذا، خاصه جزئيه ترجمه النصوص اللي انا بكتبها داخل الموقع. على سبيل المثال احنا لما اشتغلنا الداشبورد، تمام، هنروح على ملفات الفيوز لانه هي فيها جزئية العرض، لو احنا مثلا جزئية البوست هنيجي على المنطقة هذا. الان ها انا عندي دائما بيكون في اي ابليكيشن انا ببنيه بيكون دائما في عندي استاتيك كونتنت، عبارة عن نصوص بتكون ثابتة وجزء من الكود خلينا نعتبرها. الان هذه النصوص انا بدي اياها تترجم ويتغير نصها حسب اللغة، يعني لو مثلا اليوزر اختار انه الابليكيشن هذا ينعرض باللغة العربية على سبيل المثال، يتم ترجمة هذه النصوص للغة العربية. هذا المصطلح اللي احنا بنطلق عليه اللوكاليزيشن، ونشوف كيف انا في لارافيل بدي اعمل سبورت لموضوع اللوكاليزيشن. الان في لارافيل في عدة طرق، تمام، خلينا نشوف اول شغله شو الميثودز اللي انا ممكن استخدمها في موضوع اللوكاليزيشن. فانا ممكن استخدم اول شغله دايركتيف اسمه لانج، وهذا دايركتيف بمرر القيمه اللي انا بدي اعرضها بشكل مترجم. اذا ات لانج اي دي، فانا بدي اعرض كلمه اي دي بطريقه مترجمه، او ممكن ترجمتها ات لانج مثلا تايتل بالشكل هذا. الفانكشن الثانية أو الطريقة الثانية اللي احنا ممكن نستخدمها، أنا ممكن أستخدم فانكشن اسمها ترانس وبمرر إذا كمان النص اللي أنا بدي أترجمه. ممكن أستخدم فانكشن ثانية اللي هي دبل أندرسكور بالشكل هذا. ويمكن هذا لما احنا اشتغلنا في اللقاءات الماضية على البريز كومبوننت لاحظنا انه ملفات الفيوز تبعت الاوثنتيكيشن كان بتعرض المحتوى بهذه الطريقة. يعني لو رجعنا شوية هيك لملفات الاوث مثلا في صفحة زي اللوجن، هتلاحظوا مثلا هاي كلمة باسورد تم تمريرها للدبل اندرسكور فانكشن، فهذه الفانكشن هتقوم بترجمة كلمة باسورد حسب اللانجوج اللي هيكون الابليكيشن شغال عليها. طبعا اتفقنا انه الاتريبيوت في الكومبوننت، هذا كومبوننت لما انا امر الاتريبيوت ويكون اسم الاتريبيوت بيبدا بنقطتين، فمعناته القيمه هذه عباره عن كالكوليتد فاليو، يعني هذه عباره عن ستيتمنت مش عباره عن ستاتيك تكست. تختلف عن لما يكون الاتريبيوت بدون نقطتين، فهذا عباره عن تكست يعني زي ما هو هينعرض. لاحظ مثلا هاي ريمبر بي برضه مستخدمين نفس الطريقه. فكان وين في عندي نصوص بيتم عرضها داخل الصفحه، اللارافيل مثلا تستخدم الفانكشن المتعلقة بالدبل اندرسكور لموضوع انه هذا النص ممكن صار قابل للترجمة. هذا معنى الفانكشن، هذا الفانكشن بتقوم بترجمة النص. طبعا الترجمة هي ما بتتم تلقائيا، الترجمة بتتم من خلال احنا بنكون مجهزين ملفات خاصة بالترجمة وباللغات. عشان هيك احنا مثلا بنبدأ نجهز النصوص كلها بالشكل هذا، تمام. انا بستخدم عدة طرق، طبعا في طريق ممكن من الطرق اللي تشوفوها لو استخدمنا اللانج دايركتيف قلنا له مثلا جيت، عفوا اللانج كلاس حكينا له جيت، كمان هذه برضه من الطرق اللي احنا ممكن استخدمها عشان اجيب نص مترجم، تمام. طبعا ريكومندد في الاخر هقول لكم انه هذه ريكومندد واي وهنشوف ليش، لكن في النهاية انا هنا بوضح عدة اشكال عشان لو مرت عليكم كمان تكونوا على علم فيها.
خلينا كده هعتمد الطريقة هذه في أغلب النصوص، تمام، ونشوف شو الناتج تبعها. هذه عبارة عن صفحة الاندكس الخاصة بالبوست. خلينا نشوف شو الناتج تبع الكود اللي أنا عملته. ها روحنا على الادمن بوست، طبعا طلب مني اعمل لوجن، فهنعمل لوجن. طبعا هتلاحظوا ان كل النصوص ظهرت زي ما هي، تمام. الان طب لو انا حولت الموقع للغة العربية على سبيل المثال، الان انا في لارافيل انا ممكن اغير اللانجوج تبعت الموقع من خلال ملف الكونفيج في الاب فايل. احنا في عندنا كان كي اسمها لوكال، هذه هي، وطبعا محطوط انه هنا اللوكال هو انجلش، فهذا بيعني انه حاليا الكرنت لوكال للموقع تبع هي الانجليش. انا بامكاني هنا استبدل اللوكال هذا بالكود تبع اللانجوج اللي هتكون مستخدمه للموقع. لو انا حكيت له هنا AR للعربي، فكان بحكي للارافيل انا هستخدم او حيتم عرض المحتوى تبع هذا الموقع باللغه مثلا العربيه. لو جينا عملنا ريفرش، تمام، طبعا النص هنا كله حيظل يظهر باللغة أو بنفس السينتاكس. طبعا اللي بيصير كالتالي إنه لارافيل هتحاول إنه تشوف شو في ملفات ترجمة باللغة العربية لهذه النصوص، وطبعا لو كانت هذه النصوص إلها ملفات ترجمة موجودة هيتم استبدالها بالترجمة بتاعتها، غير هيك هيتم عرضها كما هي. فهذا اللي صار في حالتنا الآن. طب وين أنا بنشئ ملفات الترجمة وكيف اتعامل معها؟ ملفات الترجمه اللي انا ممكن استخدمها يتم انشائها في مجلد الريسورسز، في هنا مجلد اللانج، وفي مجلد اللانج انا في عندي هنا فولدر اسمه EN وبيحتوي على ملفات مثلا الترجمه، مثلا ملف الاوث هذا فيه الكلمات او بعض الكي والفاليوز. هذا عباره عن الكي هتستخدم في الترجمه، وهذا عباره عن الفاليو اللي هتنعرض. أنا بنفس الأسلوب أنا إذا بدي أترجم هذه الملفات، فيفترض أن أنا بنشئ مجلد داخل اللانج بكود اللغة تبعتي اللي هي الـ AR، والوضع الطبيعي إنه أنا هاخد كوبي من الملفات هذه وأحطها في الـ AR على سبيل المثال. خلينا ناخد مثلا كوبي والجينيشن والباسورد، هذول أصغر ملفات مبدئيا، تمام. أنا الـ validation تعمدت ما أخدته عشان نقطة معينة. الآن الـ auth، النظام الملفات الترجمة عبارة عن ملفات PHP بترجم دائما array، نظام key value، بحيث إنه أنا هذه الكي اللي هتستخدم في الموقع، وهذه عبارة عن الـ value اللي هتنعرض عندما أستخدم هذه الكلمة. فمثلا هذه الترجمة افترض إحنا بدنا نترجم هنا، هذا مثلا these screenshots do not match our records مثلا. ممكن ترجمها كلمة اسم البريد الإلكتروني وكلمة المرور غير متطابقة على سبيل المثال. The profile password is correct، كلمة المرور غير صحيحة. تو من لوجن اتمس، هذا عند اليوزر لما يحاول يعمل لوجن اكثر من مره بطريقه فاشله. عند محاولات تسجيل فاشله بليز تراي اجين ان. ولما نلاحظ انه في بعض النصوص تبع الترجمه بتحتوي على كلمة تسبقها اللي هي النقطتين، فهذا عبارة عن variable خلينا نعتبره، وبالتالي أنا هتركه زي ما هو ما بترجمه، تمام. فهنا المقصود في إنه هذه القيمة نقطتين سكند هيتم استبدالها بقيمة اللي هي مثلا قيمة الثواني أو عدد الثواني، عشان كده دايما هنتركها زي ما هي موجودة، لأن خلينا نعتبرها زي parameter أو variable موجود ضمن نص الترجمة. Please try again in، فأنا ممكن أحكي رجاء محاولة مرة أخرى بعد
كذا، وهذه كلمة seconds اللي هنا ثانية. نفس الكلام في البيجينيشن، مثلا في نظام التصفح اللي أنا عملناه، في عندي الـ previous والـ next، أنا ممكن أستبدل هذه بكلمة السابق وكلمة التالي. الـ passwords مثلا في لفحة الـ password، reset your password has been reset كذا، برضه هذه ممكن يتم ترجمتها. بشكل عام احنا هيك بنقوم بترجمة او بنجهز ملفات اللغة الخاصة مثلا باللغة العربية. طب انا هذه طبعا الملفات هي الملف الشغلات البيلد ان في لارافيل. طب لو انا ببني نظام وانا استخدمت هنا كلمات خاصة فيا، بالتالي انا يفترض انه انا هذه الكلمات كمان بدي اضيفها لملفات الترجمة. فالحل اللي احنا ممكن نتبعه انه احنا بدنا ممكن نضيف اي ملف لغة اضافي بدنا اياه. على سبيل المثال ممكن اجي هنا في ملف الـ AR احكي new file، اسميه مثلا app على اساس انه بيمثل كل الابليكيشن تبعي. فانا بدي احط هنا في الابليكيشن، او مثلا لو انا بدي اعمل ملفات ترجمة خاصة بالادمن وملفات ترجمة خاصة بالفرونت اند، خاصة ان الادمن له مصطلحات والفرونت اند له كمان كلمات ومصطلحات، فانا كمان ممكن اعمل هنا مثلا الادمن دوت بي اتش بي. فهذا مثلا هحتوي فيها على الكلمات المستخدمة في الداشبورد او الجمل المستخدمة في الداشبورد. فباجي اعمل مثلا اكيد بي اتش بي، وبنعمل دائما ريتيرن للاري ونبدأ نستخدم. الان مثلا نيجي انا عندي مثلا كلمة id وtitle وslug، فانا طبعا بدي اكتبهم بنفس الطريقة اللي انا كاتبهم هنا. فلازم اكتب مثلا id capital زي ما انا كاتب، لانه هنا السترينج دائما تكون case sensitive. تمام، مثلا هنا الرقم، عندي مثلا title مثلا العنوان، slug صحيح انا مش عارف ايش ترجمتها، بس اعتقد بعض المواقع بيسموها الاسم اللطيف. نجي نحكي مثلا شو عندي كمان، انا اوقف هذول الصفحات. عندي category tags، فانا ممكن كمان اكتب هنا category اللي هي مثلا تصنيف tags هي الوصول. شو كمان عندنا user وcreated ad، كمان انا ممكن اضيفهم، يعني بس نضيفهم كلهم. user هو المستخدم، واخر حاجة created. لحظة، انا لازم اكتبها بنفس ما انا كاتبها هنا. تمام، case sensitive. تمام، يعني لو كتبتها دي at small بالA وsmall وهنا كتبتها capital مش حيصير لها match، فبدنا ننتبه للنقطة هذه. مثلا تاريخ الإنشاء أو وقت الإنشاء. بشكل عام هيك أنا جهزت الملفات. خلينا نشوف الآن لو أنا حاولت أعمل ريفرش شو حيصير، هل حيختلف؟ عندي مثلا هنا كلمة post الرئيسية، كمان أنا ممكن أمررها. طبعا البوست هي موجودة هنا في التايتل، ففي عندي طريقتين، إن بروح بالشكل هذا أمررها. تمام، من خلال الكومبوننت، هذه تعتبر اتريبيوت للكومبوننت، أو زي ما حكينا لو أنا حطيت نقطتين قبل الاسم تبع الاتريبيوت، فهي الحلقة صار بإمكاني ألغي القوسين، لأنه أوتوماتيك حيتم التعامل مع المحتوى اللي هنا كستيتمنت محتاجة للتنفيذ. طبعا كلمة بوست كان كمان هنا مضطر اني اضيف بوست، خلينا نحطها حسب نفس الترتيب اللي هي مثلا المقالات او المنشورات. خلينا نشوف بعد ما انا صار عندي ملف لغة اسمه موجود في مجلد الـ AR، وفي نفس الوقت انا حولت الموقع تبع الـ AR. نعمل ريفرش، هلاحظ انه كمان ما تغيرش حاجة. الان ما تغيرش الشيء طبيعي، لانه انا اول شغله لازم افهم اللارافيل انه هذه النصوص
من اي ملف هيجيبها، يعني كلمة بوست موجودة من اي ملف. انا في عندي ملف اللغة، صار انا عندي عدة ملفات، عندي مثلا هو ملف الاوث والبيجيناشي والباسورد، وكمان ضفنا ملف اسمه admin dot php. فلما بدي اتعامل مع طريقة الاتلانج او الترانز او اللانجت، الثلاث طرق هذول تحديدا، سيب الدبل اندرسكور هذا الاستخدام خاص، لكن مبدئيا او ممكن نفس الشيء، خلينا نتاكد منها، اي واحدة من الطرق او الميثودز اللي انا هستخدمها عشان اترجم المحتوى وارسلت لها الكي للكلمة اللي انا بدي اترجمها، فالوضع الطبيعي اللارافيل بينتظر مني احدد انه هذه الكلمة موجودة في اي ملف، هل هي في ملف الادمن، في الاوث، في البيجينيشن او الباسورد. عشان هيك طريقة استدعاء الكلمة هذه انه انا بحدد له اسم الملف في الاول، فبحكي له مثلا في حالتنا admin dot id، نفس فكرة الكونفيجريشن انه انا بصل لملف الكونفيجريشن في الاول بعدين دوت الكي، نفس الاشي في اللانجوج، انا بصل لملف اللانجوج في الاول بعدين بحكي له دوت الكي اللي موجود داخل الملف. هتلاحظوا بقت مثلا الـ id لحالها هتتحول الى كلمة الرقم، طبعا انا محول الموقع عندي العربي. نفس الكلام لو انا بدي اطبق هنا admin dot admin slug admin category admin dot tags، لاحظ هنا وين بالشكل هذا، بغض النظر حتى لو كان في عندي spaces هنا، تمام. admin status احنا شوف مثلا الكلمة الان مش موجودة في ملف اللغة، هيعرضها كما هي، فحيصير عندي شكل الموقع انه يعني بطلع admin dot status، وهذا مرات بيكون اشي مش مقبول، تمام. اذا اول خطوة انه انا بعد ما انشئ ملف اللغة عشان اصل او اعرض الكلمة هذه حسب كيف موجودة هي في ملف اللغة، تمام. ففي الحالة هاي بحدد اسم الملف الاول dot الكي الموجود في ملف اللغة زي id كذا. فلو احنا رحنا الان ضفنا status اللي كنا ناسينها، كتبنا مثلا الحالة، فهيك حيطلع شكلها، تمام. طب لو انا مثلا خلينا نحكي انه حولت رجعت للموقع بالانجليزي، يعني رحنا على ملف الكونفيجريشن ورجعنا انه حولنا اللوكال تبعنا من AR ل AM، شو حيصير معنا؟ طبعا انا فعليا في ملف او في مجلد الانجليش ما فيش عندي ملف للغة اسمه admin، يعني في الـ EN folder. الآن هو الآن اللارافيل هتحاول تحصل على قيم الترجمة هذه من ملف الـ EN. طبعا إذا ما لقت الملف هذا أو ما لقت الكلمة زي ما انت لاحظنا مع الحالة، إنه هيعرض النص زي ما هو. وهنا هيك بقى أنا مضطر أروح أعمل ملف admin أكرره كمان في الـ EN، بس في الحالة دي طبعا بدنا نخلي النص عبارة عن نفس المحتوى بالشكل هذا. طبعا هنا في عندي صارت يعني شغلة ملهاش داعي، طالما انا اصلا بكتب المحتوى تبعي بالانجليزي فليش اصلا انشئ ملف ترجمة للغة الانجليزية؟ وهذا هنشوف شو عشان شو الحل المناسب لنقطة زي هيك. يعني انا اساسا بكتب المحتوى تبعي بالانجليش، تمام، اي دي تايتل سلاج، فليش انا اصلا اروح اضيف ملف ترجمه للغه الانجليزيه؟ انا ممكن يصير للغات الثانيه، وهذا نفس اللي عملناه مع اللغه العربيه. الان طبعا بعد ما ضفنا انه في ملف الانجليش ضفنا النقطه هذه، فتمام صارت تعرض النصوص بالشكل الطبيعي. الان شو حيصير لو انا حكيت انه الموقع تبعي هيستخدم لوكال، انا مش عامل له ملفات ترجمه زي مثلا الاف ار الفرنسيه. الان في الفرنسيه مثلا ما فيش عندي، ما ضفتش في اللانج فولدر للاف ار للغه الفرنسيه، خلينا نشوف لو انا الان عرضت الموقع شو حيصير. هتلاحظوا انه ضلوا يعرض باللغه الانجليزيه. طبعا اللي صار كالتالي، انه اللارافيل ضايف عندي كمان كي اسمه الفيل باك لوكال. الفيل باك لوكال هو عبارة عن انه في حال انه هذا اللوكال مش ديفايند عندي، ملوش ملفات ترجمة، ف
فهيتم عرض المحتوى باللوكال او بملفات الترجمه مثلا الانجليش حسب اللوكال اللي هنا. عشان هيك لو انا حطيت هنا الفيل باك لوكال هو الاي ار، تمام، هلاقي انه الكلمات حطيناها ريد الان بالعربي، مع انه انا حاكي انه اللوكال هو الفرنسي. فهذه وظيفه الفيل باك لوكال في حال انه تم تحديد لوكال مش موجود، تمام، ملوش ملفات ترجمه عندي. فبهي الحاله الفيل باك لوكال هيتم استخدامه، فانا لازم اكون هنا حاطط كي للوكال اكيد موجود عندي، سواء اي ان مثلا على سبيل المثال او اي ار. هرجع على الاي ار. الان النقطه الجوهريه بدنا نصل لها انه انا كنت دائما عشان اصل لاي كي انا لازم كنت احدد اسم الملف. وطبعا في هذه الحاله لو كان الكي مش موجود او الكلمه او السنتنس مش موجوده، كان هيروح يطبع لي كلمه ادمن دوت سلاج على سبيل المثال. يعني لو انا رحت وقفت، هنرجع الموقع مثلا للاي ار، رحت انا وقفت التايتل من ملف الاي ار، كان يعني مش موجود. طبعا في الحالة هذه مش هيروح الفيل باك تبع الانجليش، او هيروح الفيل باك تبع الانجليش على طول. بس هذه معناته ان انا مضطر دائما اروح انشئ نفس الملف عندي في اللغة الانجليزية. وطالما انا بكتب المحتوى تبعي باللغه الانجليزيه، فانا ليش اصلا استخدم هذا الاسلوب؟ الان الوضع الصحيح او الطريقه الاسهل في التعامل عشان انا ما اضطرش دائما انشئ ملف للغه اللي انا بكتب فيها النص تبعي، انه انا هستخدم الطريقه الثانيه. بدل ما استخدم ملفات بي اتش بي، هستخدم ملف جيسون للترجمه. يعني هروح انا داخل مجلد اللانج، هعمل ملف ترجمه امتداده دوت جيسون، يعني هعمل نيو فايل. طبعا هعمل ملف مباشرة داخل اللانج فولدر، يعني لا هيكون تابع للاي ار ولا هيكون تابع للاي ان. هعمل نيو فايل، هسمي الفايل حسب كود اللغة تبعي مثلا اي ار دوت جيسون، مش بي اتش بي، جيسون. طبعا هذا جيسون هو نظام جافا سكريبت نوتيشن، فبيبدأ دايما بالقوسين هدول، وهو نظام كي وفاليو بالشكل هذا. يعني بروح اضيف كي وشو الفاليو، كي وشو الفاليو، وهكذا. الان الفكره نفس المبدا، انه انا باخذ نفس النصوص، انا اخذ نفس النصوص هذه واحطها في ملف الجيسون، بس هنحول، طبعا هنحول اول شغله السنجل كود، هعملها كنترول اتش ريبليس لدبل كوتيشن، انا بس عشان اعمل هنا تبديل سريع. هنستبدل السهم هذا كنترول اتش بالنقطتين، طبعا السهم مع السبيس اللي قبله بنقطتين، هيك، تمام. طبعا ما فيش نظام كومنت، فهيك هشيلها. هيك صار انا عندي ملف الجيسون تبع ملف اللغة العربية. لو انا عندي لغة فرنسية بضيف ملف جيسون بنفس الشكل، هيكون الكي ثابت، اللي بيتغير دائما هو الفاليو اللي هي فعليا بتحتوي على قيمة الترجمة. لان بهذه الطريقه انا بامكاني استدل فانكشنز تبعت الترجمه، تمام، بدون ما احدد اسم الملف، لانه لاحظوا انه خلاص هو الاربت حيعرف انه في ملف اسمه ar.json مباشره. يعني ما فيش عندي اسم ملف اسمه auth.php او admin.php زي ما احنا كنا عاملين داخل مجلدات اللغه. فهيك انا مش مضطر، فاحنا في الاول كنا مضطرين نحدد من وين بدي اجيب نص الترجمه، من ملف الادمن، من ملف الاوث. يعني على سبيل المثال لو بدي اجيب قيمه من ملف الاوث مثلا الفيلد عشان اطبعها، فانا كنت بدي اروح هنا مثلا في منطقه ما، اجي اقول له at lang للاوث دوت فيلد، لاحظوا اللي هو اسم الملف دوت اسم الكي. يعني هنا في الاي ار انا عندي مره ثانيه عندي ملف اسمه اوث بيحتوي على كي اسمه فيلد، فعشان اطبع الكلمة هذه أو المحتوى هذا بدي أروح أصنع أو بدي أطبع القيمة لانج مثلا دايركتيف اللانج اللي هتستخدم للترجمة، أوث اسم الملف دوت فيلد اسم الكي. طبعا عندي حتبع لي فوق الرسالة تاعت البريد الإلكتروني مكان المرور غير متطابقين. طيب هذا كتوضيح كيف احنا بنستدعي. الآن هنا بالنظام الجديد اللي هو لما انا اعتمدت ملف الجيسون، صار بامكاني اطلب الكلمه مباشره بدون ما احدد اسم الملف. لاحظوا، تمام، فانا هيك بامكاني
اطلب النص بدون اسم الملف. في الحالة هذه اللارافيل على طول هيتوجه لملف الجيسون اذا كان موجود، واذا كانت الكلمات هذه موجودة في ملف الجيسون هيقوم ايش بعرض الترجمة تاعتها. طبعا لاحظوا برضو هنا الكلمات كيس سنسيتيف، يعني لاحظوا كلمة ات هنا فيها سبيس وكابيتال، فانا في ملف الجيسون كتبتها بنفس الاسلوب. نعمل ريفرش، كل الكلمات تمت ترجمتها بدون ما اضطر احط الاسم تبع الفايل. طبعا في الحالة هذه لو كانت كلمة مش موجودة في ملف الجيسون، يعني رحت حسبت مثلا التايتل من ملف الجيسون، في الحالة هذه الفيل باك انه مش هيروح يدور على ملف اسمه en.json، هو هيعرض الوضع الطبيعي في الفيل باك انه بيعرض الكلمة زي ما هي، تمام؟ يعني شو كيف الكلمة مكتوبة داخل الفانكشن، تمام، هيعرضها زي ما هي. فانا طبعا كاتبها كجملة واضحة بالانجلش بدون app admin.title، فلما تنعرض زي ما هي مش عندي مشكلة. فهذه اول هذه اللي هي المفاهيم الأساسية اللي هنستخدمها في موضوع انه نضيف المحتوى. الآن شو أفضل طريقة لهذه الطرق؟ احنا عادة أنا شخصيا ولارافيل حاليا نستخدم الميثود هذه للترجمة اللي هي الدبل أندرسكور، تمام. وطبعا مع هيك ما زال كل الطرق اللي احنا فرجيتكم اياها هنا كلها متاحة، لكن احنا انا في الوضع الطبيعي بستخدم هذه الطريقة، تمام. في النهاية اللارافيل بتحدد من وين هتجيب نص الترجمة بناء على المحتوى. اذا هي شافت ان انت كاتب app.id على سبيل المثال، هي هتعتبر انه في ملف اسمه app في ملف في ملفات الترجمة وبيحتوي على كي اسمه id. لان لو شافتني انا كاتب او انا مرسل قيمة تايتل مباشرة بدون ما احط اسم الفايل في البداية، على طول هتعتبر انه هذا النص جاي من ملف الجيسون. وبالشكل هذا لو حطينا هنا مثلا حاجة، عشان نجرب شغلة زي السبجكت كلمة جديدة بنضيفها في العربي، هنرجع التايتل ونحولها سبجكت، أو لا خليها مش موجودة، تمام. على طول الكلمة مش موجودة هتنعرض زي ما هي. طيب لو أنا كنت ضايفها في ملف هنا ملاش دعوة، لأنه مش هيعرف إنه هذا السبجكت مثلا موجودة في ملف الأدمن، تمام، لأنه أنا ما حددت له من أي ملف هيتم الحصول على هذه الكلمة. يعني أنا مش يعني هذه ما جتش من الفيل باك فانكشن، تمام. فدايما أفضل حل أو أفضل استخدام أو أسلوب للترجمة هو ملف الجيسون، لأنه زي ما حكينا أنا أوريدي بكتب الكود تبعي أو المحتوى تبعي بكتب بالإنجليزي، فليش أنا أصلا أروح أنشئ ملف ترجمة للغة الإنجليزية زي ما عملنا مع ملف الأدمن؟ اضطرينا نعمل ملف أدمن في الـ AR وملف أدمن للـ PHP، عفوا للإنجليش. فطالما أنا بكتب المحتوى تبعي بالإنجليزي فأنا بستخدم الأسلوب هذا، إنه بحط الكلمة أو الجملة مباشرة بدون ما أحدد من أي ملف موجودة، وبالتالي لارافيل هتستخدم في الحالة هذه ملف الجيسون. ملف الجيسون أنا بعمل ترجمة للغات الثانية، لأنه اللغة الافتراضية اللي هي الإنجليش أنا مش محتاج أضيف لها محتوى، لأنه هو أوتوماتيك إذا ما لقى الكلمة هذه أو ما لقاش الملف تبع الترجمة أوتوماتيك هيعرض الكلمة زي ما وهي مبعوثة في الفانكشن تبعت الترجمة. طيب الآن الوضع اللي احنا شايفينه انه انا قاعد اغير في اللوكال تبع الموقع، يعني الموقع مثلا AR او EN انا بغيره في الكونفيجريشن، يعني الشغلة هذه مش دايناميك، انا في اي لحظة بحول الموقع لانجلش وفي اي لحظة بحول الموقع لAR، بس هذه الشغلة بتتم من خلال انا بغير في الكود، يعني انا بروح على ملف الكونفيجريشن وبعدل فيه. طب لو انا بدي اعمل الشغلة هذه دايناميك بحيث انا ممكن اعمل لليوزر قائمة يختار منها اللغة تبعته، هل هو بدي يعرض المحتوى مثلا بالعربي او المحتوى بالانجلش. طبعا مثلا في عندي زي كلمات الايديت والديليت احنا ممكن نضيف لهم نصوص، خلينا عشان تطلع كلها، لو رحنا جبنا كلمة ايديت هنا ضفناها وكتبنا عليها مثلا تحرير، رحنا كمان ديليت، في عنا الكرييت اعتقد كرييت نيو لازم نكتبها زي ما هي مكتوبة، تمام. هنا مثلا حذف، وهنا مثلا انشاء جديد. طبعا معروف انه ملفات
وأنا مستخدم الكلمة، يعني وأنا بطبع كلمة create new حصير أمررها من خلال الـ functions تاعون الترجمة بالطريقة هذه. نيجي هان مثلا عند كلمة delete نفس الفكرة، بمررها على الفانكشن الخاصة بالترجمة. فهيك حتى لو أنا الموقع تبعي ما له عدة لغات، لكن ممكن لاحقا يتم تطوير إنه ينعرض بأكثر من لغة. عشان هيك من البداية وإحنا بنبدأ نكتب في الكود تبعنا وإن في عندي نصوص ثابتة أتعود دائما إني أطبعها بالطريقة هذه، ما أكتبهاش بشكل مباشر، عشان في أي لحظة قرر الشخص صاحب الموقع أو الأبليكيشن إنه بده يضيف لغة للموقع إنه ينعرض بلغة ثانية، أنا ككود بكون جاهز، بس كون علي بعدك أجهز ملف الترجمة زي ملف الـ AR.JSON اللي إحنا أنشأناه. تمام، هيك بدأ يطلع المحتوى زي ما إحنا بدنا. طيب، النقطة اللي بدنا نحكي عنها الآن هي موضوع كيف بدي أعرف شو حال اللغة الحالية للموقع، وكيف ممكن أغير هذه اللغة دايناميكلي، يعني بدون ما أنا أروح أعدل على ملف الـ Configuration أغير اللغة. هنرجع الآن الـ Configuration للـ EN ونشوف إحنا كيف ممكن نعرف أو نغير الطريقة دايناميك، أو نعرف حتى شو هي الـ Current Language تبعت الويب سايت. طبعا ممكن في اي مكان انا محتاج اعرف فيه شو اللانجوج تبعت الموقع. على سبيل المثال احنا مثلا في اللي اوت تبع الادمن بيتم اضافه دائما في الوضع الطبيعي في الاتش تي ام ال تاج بيتم اضافه اللانجوج كود على مستوى الاتريبيوت تبع الاتش تي ام ال. فلو انا هنا بدي اطبع اللانجوج كود حسب اللغه، ف بدي اكون انا عارف شو الـ current language، فانا ممكن استدعي ميثود على مستوى الـ abi class. انا في عندي abi class هذا عباره عن الـ abi اللي بيحتوي على اغلب الـ environments الخاصه بالـ application تبعي او الـ variables. انا في عندي ميثود اسمها current local، فهذه الـ current local هترجع لي كود اللغه الحاليه اللي الموقع شغال عليها. فاب لغتين current local او في عندي get local، في عندي current local او get local، التنتين حيرجعوا لي ال current local تبع الابلكيشن. طب هذه عشان تبين معنا، لو انا عملت view page source هاي مكتوب فيها اي ان، طبعا حاليا اللوكال تبعنا اي ان. تمام، لو رحنا على ملف ال configuration وحولنا ل ar وعملنا ريفرش هنا، تمام، لاحظوا صار يجيب لي الكرنت لوكال. اذا اول طريقة عشان اعرف شو هي الكرنت لوكال تبعتنا، انا بامكاني استدعي الميثود اللي اسمها اب نقطتين نقطتين كرنت لوكال حترجع لي الكرنت لوكال. طب لو انا بدي اغير بشكل دايناميك اللانجوج تبعت الموقع، فانا ممكن استخدم ميثود، يعني على سبيل المثال انا ممكن اروح على الاب سيرفيس بروفايدر. زي ما اتفقنا هذه المنطقه اللي انا ممكن استخدمها في عمليه الانشلايزيشن، فانا بدي من البدايه احدد انه اللغه بتاعت الموقع هتكون مثلا ايه عربي، فانا ممكن اروح على الاب سيرفيس بروفايدر في منطقه البوت واجي احكي له هنا مثلا الاب كلاس سيت لوكال. سيت لوكال رحت حكيت له مثلا EN او خلينا EN، تمام، فانا هيك حولت اللوكال تبعي. طبعا هو في ملف الكونفيجريشن حاليا اللوكال تبعنا هو AR. انا في السيرفيس بروفايدر رحت حكيت لا السيت لوكال للابلكيشن تبعي يكون EN. عشان هيك لو رحنا الان عملنا ريفرش، القيمه اللي انا عملتها في السيرفيس بروفايدر هي اللي حيتم اعتمادها، صار الموقع هنا EN، وطبعا الموقع هنا حينعرض باللغه الانجليزيه. إذا من هذه الفكرة معناته أنا بإمكاني أحول اللغة بطريقة دايناميكلي من خلال إني أستدعي الميثود تبعت السيت لوكال. طبعا لو أنا بدي أفحص إنه أنا شو اللوكال الحالي أنا موجود فيه، فأنا في عندي ميثود بس كمعلومة إنه app is local مثلا en، إنه هل الموقع حاليا اللوكال تبعه en؟ طبعا لو أنا عملت هنا زي dd للناتج تبع العملية هذه يفترض يرجع لي true. ولو عملت refresh
تمام، اعطوا رجالي ترو انه فعلا الموقع حاليا هو اللوكال تبعه انجلش. قلت له از لوكال اي ار، هترجع لي فولس لانه فعلا الابلكيشن تبعي حاليا اللوكال تبعه انجلش، وانا بساله هل اللوكال هي الاي ار هي العربيه، فيفترض انه هيرجع لي فولس. هذه بعض الميثود اللي انا ممكن استخدمها عشان اتعامل مع موضوع اللوكالز والترجمات. الان اللي بدنا نعمله كيف بدنا نشتغل على انه نحول الكلام هذا دايناميك. بس قبل النقطة هاي خلينا نشوف لو انا كان عندي الاتريبيوتس الفاريبلز. احنا شفنا انه في بعض الكيز تبعت الترجمة مثلا زي الموضوع الباسورد او اعتقد في الاوث، كان هنا في عندي زي حكينا بيكون عندي حاجة اسمها الاتريبيوت، اتريبيوت او فاريبل بيتم استبداله بقيمة. فلو انا فرضا بدي اضيف، انا عندي في الجيسون ها بدي اضيف مثلا يوجد، اوكي خلينا نكتبها بالانجليش في الاول، او خلينا نكتبها بالاول في ملف الاندكس. انا بدي اجي احط هنا زي رسالة انه في عندي عدد كذا من البوست، تمام. فممكن احط هنا زي باراجراف مثلا، واكتب داخلها باستخدام الفانكشن تبعت الترجمة there are كذا posts. لان هنا عندي قيمة متغيرة، طبعا هذه القيمة ما بتكون جزء من الـ، يعني ما بينفع اكتب واحد هنا بشكل صارع 1 post 2 post، تمام، لانه هيك معناته صار هذا جزء من الترجمه، وبالتالي كل مره الرقم حيتغير يعني نص الترجمه تغير. فلا، عشان هيك احنا بنثبت انه حيكون في عندي زي متغير، فاروح احكيله مثلا بوست. الان هذا عباره عن بارامتر. انا لما الفانكشن تبعت الترجمه بتحتوي على بارامتر عشان اعوض البارامتر هذا بالقيمه تبعته، نفس فكره الراوت. زي ما لما يكون عندي الراوت له بارامتر، فكنا نبعت في السكند ارجيومنت شو البارامتر هذا. نفس الفكره، الان لو انا في بنص الترجمه في عندي زي فاريبل او بارامتر ممكن نعتبره، فانا عشان امرر القيمه تبعت البارامتر هذا ممكن اجي احكي له هنا في السكند ارجيومنت تبعت اري عباره عن اسم البارامتر هو الكي، مثلا كلمه بوست هو هذا البارامتر، تمام، بس ما بحط النقطتين، وبعطيه الفاليو. لو انا كتبته مثلا 3 حيتم استبدال ثلث كذا برقم 3. فلو انا طبعت الجملة هذه، بس قبل ما نضيف هنا، طبعا حاليا خلينا نحول الموقع لعربي، فانا ممكن في الاب بروفايدر نرجع هذا الان، تمام، ونروح على السيرفس بروفايدر نحول مبدئيا AR من المنطقة هذه. لو عملنا ريفرش طبعا there are three posts، لاحظ تم استبدال النقطتين post بالقيمة اللي انا مررتها. طبعا لو انا بدي بالقيمة الفعلية فانا ممكن اقول له البوست اللي انا بلف عليها قاعد هذه، تمام. لو انا قلت له total، تمام، فحيرجع لي التوتال بوست اعتقد، او جيت توتال مش متاكد، لا 12 بوست. طبعا هذه ميثود توتال موجودة على مستوى البيجينيشن، احنا مستخدمين هنا نظام بيجينيشن. فالبيجينيشن اوبجكت اللي انا استدعيته في الكنترولر وارسلته للفيو ولفيت عليه بيحتوي على ميثود اسمها توتال، بترجع لي التوتال ريكوردز اللي عندي. فانا عندي في 12 بوست. الان طبعا انا هذه الكلمة بدي اترجمها، فباخذها زي ما هي هيك في ملف الجيسون، وبروح كمان بترجمها هنا بحكي يوجد نقطتين بوست منشور، عدد من المنشورات مثلا اي اثنين. فبظن بضلني محافظ على الفاريبل، تمام، وباقي الكلام هو اللي بيتم ترجمته. ولما بدي اجي استخدم هذا النص في الترجمه في الفانكشن تبعت الترجمه، بروح امرر في السكند بارامتر الري بتحتوي على الاسم تبع البارامتر وشو القيمة تبعته. بالتالي لو كان في عندي كمان بارامتر، تمام، انه انا بعرض مثلا عدد كذا
مثلا لو عملنا variable سميناه current أو current أو بر سميها current مش مشكلة of posts. هيك صار عندي two parameters. مثلا بحكي لهم حاليا موجود عدد كذا من كذا منشور، فطبعا الان البوست انا عوضت قيمتها، طب الكرنت انا ما عوضتش قيمتها، فهتلاحظوا انه مثلا حطينا طبيعة زي ما هي، اي بارامتر انا ما برسل له قيمه تمام حينرد زي ما هو. لو انا رحت بعدد قيمه للكرنت مثلا، انا بروح في الاري برسل الفاريبل تبع الكرنت ككي وبحط له القيمه مثلا بوست كاونت، هذه مثلا هتروح ترجع لي عدد البوستس الحاليين. لو سمينا حتى الـ variable هنا نسميه count، وهنا هنسميه count في الحالة هذه، وممكن هذا نسميه total للتسمية، وبالتالي ما يجي أمرر قيمته بدي أمرر كلمة total بالشكل هذا. لو عملنا refresh مثلا دي ار 6 اوف 12، أنا مثلا عارض 6 من أصل 12 على سبيل المثال. طبعا نفس المبدأ، النص طبعا ظاهر بالانجلش لانه انا عندي هنا اختلف نص الترجمة، فلازم اروح احول نص الترجمة من النص هذا للنص الجديد واروح اترجمه عرض اللي هي count من اصل نقطتين total منشور تمام بالشكل هذا. فحضرني احافظ على الـ variables حتى وانا بحط نص الترجمة، وهيك R6 من اصل 12 منشور مثلا، هيك ظهرت الكلمة. طبعا مرات مثلا لما نتكلم على موقع زي الـ AR، فانا يفترض يتحول الـ direction تبع الموقع تبعي كله، فهذه بتصير انه في شغلات حتتم من خلال الـ CSS. احنا لو بس كمثال توضيحي، انا ممكن كمان في الـ layout تبعنا، احنا عشان احول موقع ل AR هروح اعمل دير دايركشن، بضيف اتريبيوت اسمه دايركشن على مستوى ال HTML tag. طبعا الوضع الطبيعي هو LTR بحوله ل RTR، فهيك بصير الموقع من اليمين للشمال تقريبا. طبعا في شغلات محتاجه يتم تنسيقها من ال CSS code، لكن مبدئيا انا لازم احول اتجاه الموقع تبعي على سبيل المثال، لما يكون موقع بالعربي ولما يكون موقع بالانجليزي بدي ارجعه بالشكل. وبالتالي هنا ممكن نستخدم فكره انه انا افحص اذا كان الموقع عربي احط القيمه تبعت الدايركشن ار تي ال، وهنا ممكن اذا نستخدم الاب از لوكال اي ار تمام علامه استفهام حطبع كلمه ار تي ال، الس هعرض حطبع ال تي ار هو الليفت رايت، ونسكر القوس. هذا برضو استخدام انه ليش انا مرات اكون محتاج اعرف شو اللغة الحالية تاعت الموقع. طبعا الموقع حاليا بالعربي، حنرد بالشكل هذا. طبعا زي ما حكينا في شغل في السي اس اس لازم ينعمل، لو بدنا نعمل الكود تبع السي اس اس هذا اساس انه يطلع الموقع بشكل صحيح، في ان الفكرة انه انا بدي احول السي اس اس Properties من left to right ل RTL. فاحنا في البابليك في الادمن اسيتس، احنا في عندنا في السي اس اس عندي ملف الستايل، انا ممكن انشئ نسخة RTL من هذا الملف تمام. ففي عندنا موقع، يعني كمعلومة لكم تساعدكم في الشغل، في عندنا موقع اسمه rtlcss.com. هذا الموقع بيعطيني تول انه انا بعطي له ملف ال RTL وبينشئ لي نسخ، بعطي له ملف السي اس اس عفوا، فبيعمل لي نسخة ال RTL من هذا الملف. هو لو رحنا على RTL CSS Online، لان باخد الكود تبع ملف الستايل الاصلي هذا اللي هنا وحضيفه هان، الان على اليمين انا شاري نسخة ال RTL تبع هذا الملف. انا ممكن كوبي اروح اعمل a new file اسميه مثلا style مثلا .rtl.css وحط فيه الكود تبعنا. هلا انا كل ما علي ان انا بروح في ملف اللي اوت كمان مره، لما اجي اعمل انكلود لملف السي اس اس بدي اشوف برضه اذا كان الموقع عندي عربي، بدي اعمل انكلود لملف الار تي ال، اذا كان لا فانا ممكن احط لها برضه جمله اف ستيتمنت، اف الاب از لوكال للاي ار
هنعرض else. طبعا هنحط الكود هنا else، هنعرض الستايل الاصلي end if. الان احنا اذا كان الموقع عربي هنقول له اعرض لي مثلا styles.rtl.css، الملف اسمه styles، خلينا نعدل اسمه styles عشان بس يكون نفس الشكل. تقريبا هذا الموقع بيعطيني تحويل 100%، فقلت لو عملت ريفرش تقريبا صار عندي ان الرايت تو ليفت جاي بشكل صحيح، فصار عندي اتجاه الموقع من اليمين لليسار. لو حولنا الموقع لانجلش من خلال الاب سيرفيس بروفايدر، حولنا الاب سيت لوكال لاي ان، فهيك صار ينعرض بالانجلش ونفس الوقت الاتجاه بيتغير. فهذه هي الطريقة انه انا كيف ممكن اجهز الموقع تبعي يكون قابل انه ينعرض بعدة لغات تمام بالشكل هذا. لان النقطة اللي بتضل عليها النقطة الاخيرة، كيف انه انا اعمل موضوع الست لللوكال هذه بطريقة دايناميك، يعني على فرض انه انا بضيف لانجوج هنا انه يختار من هاللغة تمام. ففي الحالة هذه احنا بدنا نعمل موضوع نحدد اللغة من خلال عدة طرق. الآن في مثلا الطريقة اللي ممكن نتبعها في المرحلة الأولى، إنه احنا مثلا الراوس تبعتي لو كانت بتبدأ بـ AR، مثلا لو أنا حكيت له admin أو مثلا AR/admin، فبدي أعرض الموقع بالإنجليش عفوا بالعربي، ولو كان الموقع بيبدأ بـ EN تمام، فهيك انا بدي اعرض الموقع بالانجلش. عشان نعمل الشغله هذه انا صار عندي هنا زي بريفكس على مستوى الداشبورد بيمثل اللانجوج كود، بس هذه الطريقه شويه حتكون كومبلكس وحنخجلها لبعدين. احنا ممكن نبدا في مرحله من البدايه انه انا ممكن اخلي اللانجوج كود يجي هنا مثلا يروح يصلني كلمة علامة استفهام مثلا lang يساوي مثلا ar بالشكل هذا، فبحول لعربي. لو وصلني في lang en فبدي احوله لانجليش. طبعا هذه الشغلة ممكن تتم من خلال انا معناته صرت افحص في الريكوست اذا وصلني كي اسمه lang وبيحتوي على الكود تبع اللانجوج، فبدي احط الست لوكال لللانجوج بالطريقة هذه. سلام. ثواني يا جماعة شوية. طيب زي ما حكينا الآن، زي ما حكينا بنعمل فكرة إنه أنا بناء على شو بيصلني في الـ في الـ في الـ في الـ URL بدي أعمل set dynamic للموضوع هذا. فممكن الشغلة هذه نعملها الآن في عدة أماكن. هل المكان المناسب هو Service Provider ولا في مكان مناسب أفضل من Service Provider؟ طبعا Service Provider بيتم استدعاؤه في مرحلة متقدمة جدا من الابليكيشن تبعي، فممكن يكون في بعض الأحيان مش مناسب لبعض الأمور. الآن لو بدي أفحص موضوع الريكوست تمام، هنجرب من خلال السيرفيس بروفايدر. الآن إحنا في عندي كيف بدي أحصل على الأوبجكت تبع الريكوست، عشان من الريكوست تبع من الأوبجكت تبع الريكوست بدي أصل للكي اللي مبعوث لي اللي اسمه لانك على سبيل المثال. فإحنا ممكن عندنا عدة طرق. أنا ممكن أعمل variable request يساوي، او ممكن استدعي فانكشن، يمكن اسهل، في عندي فانكشن اسمها ريكوست. هذه الفانكشن بترجع لي الاوبجكت تبع الريكوست، وبالتالي لو انا قلت له طب هات لي قيمه الكويري اللي اسمها لانج، زي ما اتفقنا الكويري ميثود او الكويري ميثود بتجيب لي قيمه البارامتر في الكويري سترينج الموجود في اليو ار ال. فلو حكينا مثلا بالطريقه هذه appset local حسب القيمة اللي واصلة من الريكوست في جزئية الكويري سترينج هات لي اللانج. طبعا لو ما كانش اللانج موجود انا ممكن افترض ان القيمة الافتراضية في الحالة دي هتكون انجلش. يعني لو انا طلبت الموقع بدون ما ارسل اللانج كي هذا، فحيفترض انه انجلش. لان لو رحت انا حطيت علامة استفهام lang يساوي ar تمام، تحول الموقع عندي للغة العربية. فممكن أكون أنا عامل إنترفيس هنا مجرد إنه اليوزر لما يختار أنا بروح أضيف هذا البارامتر على الراوت، وهيك اللي بيصير إنه
الموقع هنا على حسب اللغة اللي أنا طلبتها. طب شو حيصير أنا لو رحت ضغط على زر التحرير على سبيل المثال أو إنشاء جديد؟ طبعا لأنه الراوت ما بيحتويش على علامة الاستفهام لانج، تمام، فبالحالة هذه برضه رجع لمين؟ للديفولت لانجوج. فهنا عندي حل تاني، أنا ممكن أصير أخزن شو الكرنت لانجوج تبعت اليوزر من خلال على في السيشن، وبناء على هيك بصير أقرأ القيمة من السيشن عشان هو أول مرة حيختار اللغة، تمام، مثلا AR بحول. طبعا المفترض هاي كلها نصوص نحولها من قارئة للترجمة، لكن لاحظ على الأقل صار الاتجاه عندي من اليمين لليسار، فهذا بيعني إنه فعلا أخذ اللي هو اللغة العربية. لأن أنا عشان أحل مشكلة إنه لو أنا ضغطت على أي رابط بعد هيك إنه حيروح اللي هي الكويري تبعتي، فأنا في عندنا حل تاني إنه أنا ممكن أضيف اللغة الحالية تبعت اليوزر اللي اختارها في السيشن، تمام، لأنه هذه الست لوكال بتعمل ست لوكال في مرحلة الريكوست نفسه، لكن القيمة في النهاية بترجع دائما للافتراضية اللي موجودة في ملف الكونفيج. فأنا بدي أخزن القيمة اللي اختارها اليوزر في السيشن، بحيث إنه كل مرة بيطلب الموقع بشوف إذا في قيمة في السيشن بستخدمها، ما فيش قيمة في السيشن بحاول آخذ القيمة اللي وصلاني في الريكوست. الآن موضوع التعامل مع السيشن ما بينفع نستدعيه من خلال السيرفيس بروفايدر، لأنه السيرفيس بروفايدر زي ما حكينا الملفات تبعت السيرفيس بروفايدر بتم استدعائها في مرحلة متقدمة جدا. السيشن بتم تشغيله بعد السيرفيس بروفايدر، فعليا السيشنز بتم تشغيلها في مرحلة الميدل ويرز. عشان هيك إذا ممكن لاحظتوا اللقاء الماضي لما رحنا على بعض الميدل ويرز اللي معروفة في الكيرنل، كان في عندي هنا ميدل وير اسمها ستارت سيشن، تمام، يعني يعني في عملية إنه أنا ممكن أتعامل مع السيشن بتتم بعد ما يكون السيشن صار ستارتد. ما بقدر أنا أخزن قيم في السيشن أو أقرأ قيم من السيشن والسيشن لسه مش ستارتد. فلو أنا حاولت أتعامل مع السيشن وأنا داخل السيرفيس بروفايدر مش هحصل على أي نتيجة، لأنه فعليا السيشن لسه مش ستارتد، السيرفيس بروفايدر بتم استدعائها قبل الميدل ويرز. ففي الحال في حال حال زي هيك أنا ممكن ألجأ لموضوع إنه أنا أعمل ميدل وير، تمام، خاص لموضوع اللانجوج. يعني هنستبدل المكان تبع الكود تبعنا من الاب سيرفيس بروفايدر ونحوله لميدل وير، بحيث انا ممكن اطبقه حسب الحاجه بدل ما انا اطبقه دائما. ممكن انا بعض الراوتس ما بدي يطبق عليها موضوع مثلا اللوكاليزيشن والترجمه، فانا هنعمل ميدل وير لموضوع اللوكاليزيشن. خلينا نعمل ميدل وير، هاي مثال آخر لاستخدام الميدل ويرز. PHP artisan make middleware، هنسمي الميدل وير مثلا localization، تمام، بالشكل هذا. الميدل وير هي صارت موجودة عندي في المجلد الميدل ويرز في localization، يفترض في الهاندل، لان انا زي ما حكينا المره الماضيه انا ممكن استخدم ميدل وير عشان افحص شرط معين وبناء عليه اقرر هل الريكوست يكمل او لا. الان لا، انا ما بدي افحص، انا بس بدي اعمل ست للقيم في الميدل وير واخلي الريكوست يكمل بعد هيك. يعني مش بالضروره دائما اكون عامل فاليديشن معين داخل الميدل وير، لان انا هعمله انه انا هجيب قيمه اللانجوج من الريكوست. طبعا الريكوست اوريدي وصل من هنا، فلو انا حكيت له ريكوست كويري لللانج زي ما عملنا اول مره هيحاول يجيبه. طبعا لو ما كانش موجود بدي احاول اجيبه من السيشن، تمام، فممكن عشان اقرا قيمه من السيشن هشوفنا لما تلاقي في فلاش مسج عشان اقرا قيمه من السيشن كنا نحكي له سيشن فانكشن، تمام، وابعت له مثلا هفترض ان انا عندي هنا عامل انا مخزن في السيشن كي هفترض له لانج، ما كانش لا هذا ولا هذا موجود، اذا هعتبر انه الديفولت فاليو في الحاله هذه هي الان، او ممكن ناخد القيمه هذه من الاب جيت لوكال اللي هي اللوكال الافتراضي اللي مخزن في ملف الكونفيجريشن. يعني صار كالتالي، الريكوست كوري بتحاول تجيب قيمه اللانج. الان اذا قيمه اللانج مش مبعوثه في الريكوست هحاول نقراها من السيشن. يعني اذا قيمه اللانج كمان لسه مش موجوده في السيشن فبدي اروح اجيب قيمتها من وين؟ من الديفولت فاليو اللي مخزنه في ملف الكونفيج باستخدام الاب
get local. بعد هيك انا ممكن اقارن اذا كان اللانج الحالية لا تساوي القيمة اللي في السيشن، يعني قيمة السيشن او لا خلاص اكيد انا بعد هيك دائما هروح اخزن في السيشن، فعشان اخزن في السيشن ممكن استخدم السيشن فانكشن واقول له بعد هيك بوت تمام، واحط هنا قيمة اللانج وشو القيمة تاعتها لانج. طبعا انا مرات بفضل اكتب الكود بطريقه بالاوبجكت اورينتد، فما بديش استخدم الفانكشن تبعت السيشن. احنا في عندنا كمان في كيد اسمه سيشن، يعني خلينا نرجع هيك، في عندي في كيد اسمه سيشن، في كيد هذا هو بيحتوي على ميثود اسمها جيت، وبعطي له اسم الكي اللي بدي احاول اقراه من السيشن. الان اذا هذا الكي مش موجود زي ما حكينا حنقول له طب رجع لي بداله الاب جيت لوكال بالطريقه هذه. لما بدي اجي اكتب في السيشن بدي استخدم كمان نفس الفكره، ففي عندي فكره اسمه هو سيشن، بس هستخدم البوت ميثود في الحاله هذه، وفي الميثود هنا هنحط الكيس واللانجوج والقيمه عباره عن اللانجوج اللي انا قراتها من هنا. تمام، وفي نفس الوقت بدي اروح اعمل الاب سيت لوكال ل اللانجوج اللي وصلتني، بس الفرق انه انا ضفت قصه انه انا بخزن القيمه في السيشن، بحيث انه لو ما قدرتش اقراها من اللانج تمام، اذا ما كانتش اللانجوج كود مبعوث لي في الريكوست ممكن الاقيه موجود عندي في السيشن، وهيك انا ممكن اكون محافظ على موضوع اللانجوج لما يصير اليوزر يتنقل ما بين الصفحات بدون ما يبعت الكي هذا من ضمن الرابط. الان بدنا نطبق هذه الميدل وير، فاول خطوه نعملها ريجستر في ملف الكيرنل، ننزل تحت بنروح نعملها ريجستر، خلينا نسميها مثلا لوكال، طبعا النيم سبيس او الكلاس هو عباره عن اب اتش تي تي بي ميدل وير سلاش لوكاليزيشن كلاس. بعد هيك بروح على الراوتس تبعتنا في ملف الويب، ونيجي مثلا بدي اطبقها على كل جروب الادمن، فزي ما طبقنا الاوث ميدل وير وطبقنا اليوزر تايب ميدل وير ممكن اجي اطبق هنا كمان الميدل وير اللي اسمها لوكال. الان اول ما اطلب الموقع انجلش، خلينا نحاول نروح لصفحه البوست في البدايه عشان احنا كل شغلنا كان في البوست الترجمه. لو حولنا الان لانج يساوي اي ار تحول الموقع العربي، الان في نفس الوقت اتخزنت هذه في السيشن، فلو انا رحت طلبت صفحه البوست بدون ما ابعت اللانج اي ار، بدون ما ابعت البارامتر في الكويري سترينج، هيظل محافظ على القيمه اللي مخزنه في السيشن. وهيك وين ما بتنقل لو رحنا لانشاء جديد هيظل ايش محافظ على ان هو مخزن في السيشن انه اللغه الحاليه للمستخدم هي العربيه. في اي لحظه هو راح قرر انه لا بدها تتحول لانجلش بالطريقة هذه هتتحول لانجلش، فلو تنقل بعدك ما بين الصفحات تمام هتنقل الصفحات باللغة الانجليزية. فاحنا هيك استغلينا فكرة الميدل وير مع موضوع انه انا السيشن انه ممكن اخزن قيم في السيشن بحيث انها تظلها موجودة طول ما اليوزر بيستخدم الموقع تمام، وهيك انا مش مضطر في كل مرة ابعت القيمة تبعت اللانجوج. طبعا موضوع انه انا ابعت، طب انا لا انا بدي يكون الشكل بدل ما يروح يطلع شكل الرابط لانج يساوي اي ار، انا بدي لا يكون عندي شكل الرابط مثلا زي ما حكينا على سبيل المثال اي ار سلاش ادمن سلاش بوست، هيك بيطلع الموقع بالعربي. لو حكينا اي ان سلاش ادمن سلاش بوست هيك بيطلع الموقع بالانجلش. طبعا في الحاله هذه حيعطيني الرابط نوت فاوند، لانه انا فعليا هذا الراوت مش صحيح او مش موجود. طب كيف بدنا نعمل الفكره هذه؟ الفكره دي معناته انا في عندي هنا صار زي بريفكس شبيه بالبريفكس تبع الادمن، بس هذا البريفكس عباره عن متغير، يعني ممكن يكون اي ار وممكن يكون اي ان تمام. فهاي القيمه ممكن نعملها بالشكل التالي، بدي اروح على ملف الويب ونضيف هنا بريفكس. البريفكس هذا عباره عن الآن لو اعتبرناه بارامتر هذه حتعمل لي مشكلة، خلينا نجربها بطريقة البارامتر في الأول، إنه هيكون عندي prefix عبارة عن اللانج
او اللوكال تبعنا بالشكل هذا، تمام. وهذا طبعا هذا صار عبارة عن بارامتر اجباري، يعني صار انا عندي اي راوت معرف داخل الجروب صار بيحتوي بالاضافة للبارامتر تبع الكاتيجوري على سبيل المثال، او البارامتر تبع الاي دي، او البارامتر تبع البوست، صار كمان بيحتوي على بارامتر اسمه لوكال. لان لو انا طلبت هذا الراوت AR admin post، الراوت صحيح مش هيقول لي not found، بس هتبدأ تطلع عندي بعض الأخطاء أو الايرورز، تمام. مثلا صار يقول لي إنه أنت missing required parameter على مستوى الكرييت. الآن صار الراوت تبع الكرييت بيحتوي على بارامتر اسمه local، هذا البارامتر يجاني من البريفكس، فلازم أنا معناته في كل مرة بدي أستدعي أي راوت أضيف هذا البارامتر للراوت، وهيك معناته بدي ألف على كل الراوتس تبعتي واضيف موضوع انه كل الراوس هذه بتستقبل بارامتر اضافي عباره عن اللوكال. الان انا ممكن نحل القصه هذه برضه من خلال الميدل وير. عشان نحل موضوع زي هيك انا ممكن استغل الميدل وير اللي عملناها هذه، تمام. بس هنشتغل الان بطريقه شويه مختلفه. هوقف الكود السابق، تمام، وهنيجي نشتغل على الوضع التالي. اول شغله انا محتاج اعرفها، بدي اعرف شو قيمة اللغة اللي طبعا مبعوثة من ضمن الراوت كبريفكس. فعشان احصل على اللانجوج كود فانا بدي احكي له الريكوست بيحتوي على ميثود اسمها param، عفوا راوت. الريكوست راوت هذه بعطي له اسم البارامتر اللي معرف على مستوى الراوت. احنا عندنا في الراوت زي ما حكينا بيكون عندي مثلا زي اللوكال، هذا اسم البارامتر. عندي مثلا كاتيجوري، هذا اسم بارامتر. عندي مثلا اي دي، اسم كاتيجوري، اسم بارامتر، تمام. فانا بدي اعرف شو قيمه البارامتر اللي اسمه لوكال اللي حسب الراوت الحالي. فاول شغله باجي احكي له في ملف الميدل وير تبعي، هي بس اسكر الصفحات اللي مش لازمه، تمام، انه شو الراوت او شو قيمه البارامتر الراوت اللي اسمه لوكال. طبعا في الحاله هذه هيبعت لي يا كلمه AR، يعني طبعا كتست سريع لو عملنا هنا DD لللانج الآن، بس عشان نوضح التست السريع هذا. الآن أنا باعت هنا في الراوت AR، فلو طلبت الصفحة كتب لي AR، لو حكيت له EN في الراوت جاب لي EN، لو حطيت له whatever هنا FR، تمام، فصارت أنا قادر أصل للمنطقة اللي بتمثل البارامتر اللي أنا سميته local، لكن انا صرت اصل للقيمه. يبقى هيك انا وصلت للقيمه، فصار سهل علي نحكي له ابسيت لوكال للانجلش، تمام. ضلت عندي مشكله مين الراوتس اللي انا صار لازم امررها قيمه اللوكال في كل مره زي الكرييت وغيرها. كل الراوتس الان صار لازم امرر لها بشكل صريح القيمه تاعت اللوكال. انا عشان احل مشكله زي هذه انا ممكن اعملها برضه من خلال الميدل وير، انه في عندنا عده طرق. اول طريقه انه انا باجي اروح على الراوت، في عندي راوت في كيد، هذا الراوت، وباجي احكي له set او default في الراوت في ال url. في عندي في كيد اسمه url defaults. شو يعني url defaults؟ هذه هستخدمها عشان ابعت قيمة افتراضية لكل البارامتر. يعني البارامتر اللي اسمه لوكال هذا انا خلص بدي ابعت له دائما قيمة افتراضية، عشان لما انا استدعي الراوت تبع الراوت ما يطلبش مني قيمة اللوكال زي ما بصير هنا. الان هو المشكلة انه كل الراوت بتطلب مني قيمة اللوكال، فانا بدي اعطي قيمة افتراضية لهذا البارامتر، فهيك الراوت هتبطل تطلب مني شو قيمة اللوكال لانه هتاخذها من القيمة الافتراضية. فعشان اعمل ست للقيمة الافتراضية حاجة احكي له هنا URL defaults تبعت array، تمام، تحتوي على اسم البارامتر اللي هو local وشو القيمة الافتراضية تبعته، اللي حكون عبارة عن language فعليا اللي انا قرأته، تمام. هذه اول نقطة، تمام. اذا عشان انا احط قيمة افتراضية لأي بارامتر عندي، تمام، فانا ممكن استخدم ال url في كيد هذه او ال url class بتحتوي على ميثود اسمها defaults. طبعا بدنا ننتبه لموضوع ال في كيدز دائما، لما تلاقوني بحكي كلمة في كيدز كل اثنين سبيسز تبعتي هتكون اندر الفيكيرس نيم سبيس.
فهيك حلينا مشكلة انه الراوتس زي هذا الراوت تبع الكرييت طالب مني اني ابعث البارامتر تبع اللوكال، لقيت هو اوتوماتيك حيلاقي انه مخزن انه في ديفولت فاليو لللوكال هو عبارة عن مثلا اي ار او اي ار، فهياخد قيمته اوتوماتيك. فلو عملت ريفرش حتروح هذه الرسالة، تمام؟ زي ما انتم شفتوا راحت الرسالة زي ما اللي انا ظهرت عندي. وهيك لو انتقلنا على اي صفحة، تمام، بس هنا حتواجهنا مشكلة تانية جيت هحكي لكم عنها. فلو رحت هنا على كلمة على الإيديت، على سبيل المثال ظهر عندي رسالة جديدة إنه الـ argument 1 passed for الـ edit must be an instance of opost. أنا بعت له string. الآن اللي صار كالتالي، أنا الراوت تبعي فعليا بيحتوي على بارامتر لللوكال اللي هو مثلا المنطقة هذه، وبارامتر للبوست أو الـ ID. الفانكشن تبعت الايديت على سبيل المثال شو بتستقبل؟ الكنترولر البوست كنترولر، البوست كنترولر في الميثود تبعت الايديت، وين الايديت؟ هذه هي اول بارامتر، هو يفترض يكون عبارة عن البوست بارامتر، تمام. انا فعليا اول احنا زي ما حكينا في نظام الترتيب، اول بارامتر بيتم ارساله هو اول argument للفانكشن، ثاني بارامتر في الراوت هو ثاني argument للفانكشن وهكذا. الان فعليا هذه القيمه تبعت البوست اخذت قيمتها من الاي ار مش من الرقم 19 مش من الاي دي، لانه حسب الترتيب هذا هو اول بارامتر، فهذا اول تم تمريره للبوست. طبعا الاي ار مش بوست عشان هيك اعطاني هذه الرساله. طب شو الحل؟ الحل انا تحكي لللارافيل كمان انه عندي حالتين، يا بدي اروح اقول له هنا في الايديت في عندي بارامتر اسمه لوكال، هذا هو لاول بارامتر، وفي عندي بارامتر بوست لثاني بارامتر، وهذا حل المشكله. هعمل ريفرش حتشتغل الصفحه طبيعي، لكن هذا معناته بدي اروح الف على كل الكود تبعي واروح اضيف دائما في اول بارامتر له اللوكال. هيك انا بدي اروح على كل الميثودز في الابديت كمان بدي اروح اضيف هنا بارامتر لللوكال وهكذا، تمام. فعشان احل مشكله زي هذه فانا برضه مضطر هنا شو اعمل. احنا فكرة هذه لازم عدلناها بوست ما عدلناها شينا في الابديت بشكل عام، عشان اتجنب اني اضيف هذا الكود الاضافي واضلني شغال على الطريقة الافتراضية وانسى اصلا موضوع اللانجوج اللي انا عملته، تمام. فانا برضو ممكن احل هذه الشغلة من خلال الميدل وير. من خلال الميدل وير باجي استدعي الراوت في كيد كرنت، هذه بترجع لي الكرنت راوت، وباجي احكي له هنا forget parameter، forget parameter اللي اسمه local. شو عمل؟ شو الخطوة اللي عملتها هنا؟ الآن أنا هنا حكيت للارافل إنه الراوت الحالي، الراوت الحالي يعني الراوت الإيديت الحالي انسى إنه في بارامتر اسمه local. فهيك على طول لما يجي يمرر القيم للكنترولر اعتبر انه هذا البارامتر مش موجود، فمرر اول قيمه هي 19، تمام. فهذه هيك انا زي ما حكي، خلينا نحكي باختصار انه زي كاني حكيت للارافيل انسى موضوع اللوكال انا ضايفه على مستوى الراوت، اعطوا ديفولت فاليو بهدف انه اول شغله ما اضطرش امرر قيمه اللوكال للراوت، وحكيت فورجيت بارامتر عشان ما يتمش تمرير البارامتر هذا للكنترولر. فهذه السطرين اللي انا عملتهم، وهيك انا بكون قادر اطلب الصفحه بالشكل هذا. لو رحنا هنا استبدلنا الاي ار لاي ام، تمام، هاي انجلش. لو رحنا بوست بالانجلش هنحولها لاي ار، نظهر بالعربي. لو تنقلت الان رحت على صفحه زي التحرير حيضل محافظ على الاي ار ضمن الراوت بالشكل هذا. وهذه الطريقة من الطرق اللي احنا ممكن نستخدمها، زائد بعض المعلومات اللي تعرفوها في نظام الروابط. لو انا بدي ابعت قيمة ديفولت لأي بارامتر عشان ما اضطرش ابعت القيمة هذه دايما لما استبدل الراوت، فأنا ممكن استخدم الـ URL defaults عشان امرر قيمة ديفولت لبارامتر معين أو عدة بارامترز، لأنه في array ممكن امرر أكثر من بارامتر. لو أنا ما بدي امرر البارامتر للكنترولر، يعني البارامتر في الراوت باي ديفولت اللارافيل لازم تمرر للكنترولر ميثود، فلو انا ما بدي امرر هذا البارامتر والفاليو تبعته للكنترولر او الاكشنز اللي فيها، فبنيجي نحكي هنا راوت كرنت اللي هو الكرنت اوبجكت او الكرنت راوت الحالي، في بيحتوي على ميثود اسمه فورجيت بارامتر، وبنعطي له اسم البارامتر اللي انا بدي
ما امرره. طبعا الريكوست راوت هذه برضو اللي تعرفنا عليها، بحيث انا من خلالها بقرا قيمه الباراميتر اللي معرف على مستوى الراوت في الريكوست الحالي. فهيك انا استغليت موضوع الميدل وير عشان اعمل الشغله هذه، فصار انا بامكاني الان استدعي الراوتس هذول بالشكل هذا. تمام. طب لو انا حاولت اطلب بدون ما ابعث اللغه، طبعا في الحاله هصير يقول لي نوت فاوند لانه صار البريفكس اجباري. انا حاطط البريفكس اجباري على مستوى اللوكال، وبالتالي هيك انا صار انا عندي ما بف. طبعا خليناها هنا اختياري، حنقع في عده مشاكل، فما بينفع ما بدي احط الراوت هنا اختياري، لو اختياري هنا حنقعد في تفاصيل ثانيه، فهنا احنا مضطرين نعمله دائما اجباري، وهيك انا بطل عندي مجال غير لازم يحط دائما قبل اسم الراوت اما اي ار على سبيل المثال او اي ار. طبعا طب لو هو كتب لغه او كتب كلام من عنده مثلا لغه مش موجوده زي كذا، هذا كله يعتبر لوكال. هيك حروح على الفيل باك. تمام. بس هو اعتبر هذا لوكال. الان انا ممكن عشان اقول له يا بدك تحكي لي اي ار يا اي ان فقط، ما خليهوش يالف من عنده في الراوت. فهذه شغله احنا ممكن نعملها على مستوى الوير. مش عارف في الجروب احنا ممكن نعمل وير او لا، ينفع نعمل وير هنا وير. على مستوى كل راوت، كل راوت انا ممكن احط او استدعي ميثود اسمها وير. هذه الميثود وظيفتها اني اقيد نوع البارامترز اللي بيتم تمريرها. تمام. ممكن امررها، ممكن اضيف الوير على مستوى الراوت او حتى على مستوى الجروب، بحيث انه الجروب ممكن اصلا تحتوي على بارامتر زي اللوكال. فالان انا بدي اعمل هنا تقييد، بدي اقول له انه البارامتر اللي اسمه لوكال هذا الشرط تبعه انه يكون اما اي ان او اي ار. تمام. هنا بنكتب حاجه بنسميها زي الريجولار اكسبريشن. فالكود اللي كتبته هنا بحكي له قيمه اللوكال حتكون اما اي ان او اي ار. فلو حاول يكتب اي قيمه ثانيه، لو حط مثلا اف ار هالوقت حيقول لي نوت فاوند كول اون نل. الجروب ما بينفع استدعي عليها طب ينفع استدعي الوير في الاول؟ خلينا نجرب شغله راوت في وير هنا، خلينا نجرب الوير قبل الجروب. بس هيك حنقعد في مشكلة تانية. لا مش عارف ما جربتهاش هنا، خلينا نجربها. نقول له الوير لوكال اي ار او اي ان، اجرب اذا هتظبط هنا او لا. انا هي الاكيد على مستوى كل راوت بتظبط، بس على مستوى الجروب انا ما جربتها قبل هيك. تمام زبطت اي ان ممتاز. اذا ممكن هنلاحظوا هذه الوير اللي انا ضفتها على مستوى الجروب. تمام. هذه الوير انا بروح اضيف شو البارامتر وشو الشروط تبعته. فانا هنا بحكي انه البارامتر اللي اسمه لوكال اللي هو هذا البارامتر قيمته حتكون اما اي ار او اي ان على سبيل المثال. مثلا الاي ديز اللي انا بمررها هذه لازم تكون دائما ارقام، فانا ممكن اضيف على الوير اقول له دائما اي دي بارامتر بده يكون عباره عن انتجر. الان الانتجر في الريجولار اكسبريشن ممكن نكتبه كباك سلاش دي بالشكل هذا. طبعا باك سلاش دي بتعني اني ديجيت، والبلس بتعني اني 1 اور مور، فبصير مثلا رقم 1 يعتبر ترو. تمام. فهذا كله بنسميه احنا ريجولار اكسبريشن، ممكن نكتبه كمان بطريقه زي كده من 0 ل 9 بلس، انه برضه اني ديجيت ما بين الصفر والتسعه والكومباينيشن بيناتهم، يعني مش رقم من 0 ل 9، لا اني كومباينيشن بالارقام المحصوره من 0 ل 9. وهذا البلس بتعني 1 اور مور، يعني ممكن يكون 1 ديجيت 2 ديجيت 3 ديجيت الى اخره وهكذا. فلو رحنا مثلا على صفحه زي بص الايديت ورحت انا مررت اي دي مثلا مش رقمي، وبالجميل الاحمر حيعطيني اصلا نوت فاوند. تمام. لانه هيك انا صرت حاطط شرط انه الاي دي مثلا يكون قيمته دائما رقميه. فهذه برضه من الشغلات اللي احنا ممكن نضيفها على مستوى الراوز، انه انا اقيد قيمه البارامتر ما اخليهاش مفتوحه
انه البارامتر تستقبل اي نوع من الـ variables. طبعا انا لو كان عندي لغة تانية فممكن احكي له مثلا او ار اف ار، فكان ضفت الفرنسية مثلا من ضمن اللوكالز المسموح فيها. طبعا هيك بعد لو رجعت طلبت الاف ار الوقت، تمام. اي لغة تانية مثلا زي مين الهبرو الاتش ار اعتقد، تمام، حيقول لي not found، تمام. هذا بشكل عام فيما يتعلق في موضوع اللوكاليزيشن والترجمة. اذا في عندكم اي نقطة او استفسار قبل ما ناخذ البريك.